من أهم مميزات الريفت إن من خلاله أقدر أعمل مشروع متكامل من غير ما أحتاج إن أنا أستعين ببرنامج تاني خارجي، يعني هنلاقي إن كل المفاقر متوفرة زي الأيزومتريك فيو ده اللي بيمثل 3D. لو بصينا كده في البروجكت براوزر اللي هو بيمثل الفهرس بتاع الريفت، فهرس المشروع بتاعي، هنلاقي ان انا عندي فيه مثلا الفلور بلان. فلور بلان هلاقي فيه بلان متكامل واقدر استفيد منه بكامل الديتيلز بتاعتي سواء كموديلنج او كانوتيشن. ولو عايز ان انا ابين الفرنتشر متاح عندي الكلام ده بسهوله، هنلاقي ان حتى البلوفرز واضحه اهي في البلان، يعني المبنى كبلان متطابق تماما مع الواجهه الخارجيه اللي احنا شفناها في 3D. وهنلاقي برضو ان في عندنا حتى الادوار العليا الرفوف كل المساقط بكل الادوار موجود ليها بلانز. طيب ده اللي هو اللاي اوت، فانا كده عندي لاي اوت متكامل. لو حبينا ان احنا نشوفه بالالوان نخش على الفيجوال ستايل وممكن نخليه شيدد، فنقدر نشوف الكونتور اللي هو يمثل نفس المنظر اللي احنا شفناه في 3D. زي ما في بلانز بحيث نقطع ونبص لأسفل، في عندنا سيلينج بلان اللي من خلالها كأننا قاطعين وباصين على السقف وبنشوف التايلز والتركيبات الكهربائية والإضاءات وخلافه، كل ده برضه موجود لكل المساقط حتى المسقط الروف. في عندنا طبعا لقطات ال 3D ودي بنلاقي جواها لقطات برسبكتيف. لو انا خدت كاميرا ووقفت في الانتيريور مثلا، ولو حبيت ان انا اغير طبعا الكاميرا دي اقدر ان انا اتحرك زي ما انا عايز. في عندي اهي لقطات، كل ده احنا قاعدين بنتصفح جوه ريفت ادفانسد سامبل بروجكت. في عندي لقطة اهي كمان تانية واقدر اغير الفيجوال ستايل بتاعها. كل عناصر المشروع اقدر ان انا اشوفها من غير ما احتاج ان انا اروح لبرنامج تاني زي ما احنا شايفين لقطات ال 3D اللي سواء كانت برسبكتيف او لقطات ايزومتريك. في طبعا عندي مساقط زي الاليفيشنز سواء انترنال اليفيشنز او اكسترنال اليفيشنز. في عندي القطاعات، انا عندي مشروع متكامل باين فيه قطاعات بالفرشه بتاعي بالطبقات كل حاجه بالليفل، فالموضوع طبعا اصبح اسهل كتير من خلال برامج البيم اللي زي الريفت وغيره. حتى لو انا عايز ان انا اخش في الديتيلز والتفاصيل عندي ممكن اعمل هول سكشن، يعني اقدر استخدم برضو الريفت في الدرافتنج في التو دي زي ما انا بستخدمه في الماتنج. كل ديتيلز اقدر اخدها تفاصيل اهي كاني شغال على اوتوكاد بالظبط، كل التفاصيل اقدر اشتغل بيها. طبعا حتى الريندرنجز في امكانيه ان انا اعمل ريندر، طبعا مش هيبقى بنفس كفاءه الريندر انجنز الاخرى لكن يؤدي الغرض برضو عشان يحقق فكره التكامل ان انا مش محتاج مساقط اخرى. وادي ديتيل ثانيه تفاصيل العزل اهي. في برضو حاجة تانية إضافية زي ما أنا عندي لقطات ريندر، عندي فكرة الوكس فلو وأقدر أحسب المساحات وأعمل
تحليل المساحات والاريال بتاعتي بشكل سهل، واقدر الون بلان كمان من خلال الريفت. طبعا السكادولز، ودي من الحاجات في عصر ما قبل الريفت كانت بتاخد وقت كبير، ومشكلة الخطأ فيها طبعا بتحمل تكلفة إضافية على المشروع. هنلاقي إن إحنا عندنا أهو الأريا سكادول والدور سكادول، نقدر نطلعه بمنتهى السهولة في الريفت. والفرنتشر والهاردوير اللي هو ليه علاقة في الأكسسوارز اللي موجودة في المشروع، حتى لاندسكيب والفلور بلانز، عدد العربيات اللي في الباركينج والتشطيبات أو أقسام الفراغات. بالإضافة لده طبعا عندي فكرة الشيت اللي من خلالها أقدر أطلع لوحات هندسية مظبوطة زي ما إحنا شايفين كده. طيب عرفنا كده إن من خلال الريفت أنا أقدر أطلع مشروع متكامل في كل ما أحتاجه في مشروعي.